وينضم إلينا من القاهرة الناشط الحقوقي السوري المعارض هيثم المالح. سيد مالح، كيف تتابعون ما يجري في دمشق ولو أن الأنظار كلها تتجه الآن إلى حلب؟ يعني لم تهدأ أي مدينة أو قرية في سوريا عن الاحتجاجات والمظاهرات والمقاومة لهذه العصابة الحاكمة. دمشق لم تنتهي فيها المعارك حتى الساعة، كما هو معلوم يعني تم استهداف مكتب الأمن القومي مرتين خلال شهر ونصف في قلب العاصمة، في المنطقة، في أهم المناطق حساسية وهي منطقة الدبلوماسيين والسفارات والحي حي سكن الأجانب. بالتالي هذه العصابة الحاكمة ليست بهذه القوة التي ستفرض فيها سيطرتها على دمشق، بل سيعود الجيش الحر وستعود العملية في دمشق إلى سابق عادها حتى ينتهي الشعب السوري من هذا النظام اللعين الفاسد الفاسق الذي يعني يحمل كل تبعات وإشكالات ما يحصل في سوريا من تدمير ودمار وخراب. طيب سيد مالح، أما في حلب أنا أعتقد أن المسألة أنا في حلب أعتقد ستنتهي المشكلة بإذن الله تعالى لصالح الشعب السوري مع الجيش الحر، وليس الجيش الحر لوحده الحقيقة، لأنه الشعب السوري كله اليوم صف واحد وهو والجيش الحر، الجيش السوري الحر. وبالتالي عندما تتم عملية تحرير حلب ستكون منطقة الشمالية كلها منطقة، كما تحدث الأخ اللي كان عندك في الاستوديو سابقا، نعم، وأشكره على حديثه. على كل الأحوال أنا الحديث اللي حكاه، نحن في دراسة الآن للعديد من المعارضين بالعودة إلى الداخل السوري، إلى شمال سوريا، لقيادة العمليات من هناك. طيب، وإن شاء الله سوف لا تتأخر هذه العملية كثيرا. أريد أن أسألك عن خطوة معارضين سوريين أبدوا استعدادهم من روما لعقد حوارات داخل سوريا، ماذا تقرأ في هذه الخطوة؟ والله أنا قرأت البيان، طلعت على البيان، هذا البيان الحقيقة إنشائي أكثر منه يعني واقعي. اثنين، يعني بعتقد أنه هذا البيان هو عبارة عن طوق نجاة لهذه العصابة الحاكمة في سوريا في الوقت الحاضر. هذا الطرح الآن ليس جديرا بالأخذ بعين الاعتبار، باعتبار نحن في الشهر السابع بعشرة سبعة حين دعا النظام لحوار، ولم يكن في ذلك الوقت هذا القتل وهذا الدمار وهذا التشريد للشعب السوري. ومع ذلك كل أطياف المعارضة بما فيها هؤلاء الأخوة الذين عملوا نداءهم من روما، رفض الجميع لقاء الحوار في دمشق برعاية فاروق الشرع، واستنكفنا عن ذلك وقلنا لا نحاور القتلة. فالقتلة لا يزالون موغلون في القتل والتدمير وانتهاك كل الحرمات وتدمير الجيش. الآن هذا النظام يسعى لتدمير الجيش بيد الشعب من أجل أن يسلم السلطة، والسلطة خالية، سوريا خالية من سلاح مقاوم، من سلاح، من أجل حماية المواطنين. نحن في حالة حرب مع الجارة إسرائيل، مع الكيان الصهيوني في فلسطين. هو يريد أن يدمر هذا السلاح الذي اشتريناه نحن بأيدينا ويدمر يقتلنا به، ومن حيث النتيجة يريد أن ينهي هذا السلاح من سوريا. بعد ذلك سيسلم سوريا إلى السوريين، عندها تكون مشكلة أخرى. الناشط الحقوقي السوري المعارض هيثم المالح متحدثا من القاهرة، شكرا لك.